وفي محافظة إربد توجه 145 ألف طالب وطالبة إلى مدارس قصبة إربد صباح اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد، كما التحق بمدارس إربد نحو 11 ألف طالب وطالبة سوريي الجنسية موزعين على مدارس المدينة التي يصل عددها إلى 460 مدرسة ما بين حكومية وخاصة. مديرية تربية إربد الأولى أكدت اتخاذ الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الحالي، وأكدت إجراء الصيانة اللازمة للمدارس وساحاتها مبكرا، إضافة إلى توفير الكتب المدرسية. الجاهزية عالية جدا، مدارسنا لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلبة، بالنسبة للكتب المدرسية متوفرة وموجودة في كل المدارس، لا يوجد أي نقص الحمد لله رب العالمين. المقاعد نفس الشيء، عملنا صيانة في خلال العطلة الصيفية في ثلاث مراكز لصيانة المقاعد، وإحنا الآن في جاهزية عالية. شفت حضرتك الطابور الصباحي، يعني منذ اللحظات الأولى الحمد لله رب العالمين. الأخوات والأخوة في الميدان يعني لهم كل الشكر تقدير، جهودهم مباركة ومشكورة. متحمسة كثير للعام الدراسي الجديد، متحمسة لرؤية زميلاتي، متحمسة لرؤية معلماتي اللي لهم فضل كثير كبير علي. كمان في حماس لحتى نحقق آمال صرنا عم نشتغل عليها سنين طويلة لحتى نحقق آمالنا وآمال أهالينا اللي وضعوا كثير أمل فينا ولحتى نحقق الأفضل لنفسنا بمستقبلنا.